فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا عندي أب ظالم شردنا نحن كأبنائي، أستغفر الله، وسجن والدتي أعوذ بالله، لكي لا تخرج ونحن لا نستطيع أذهب لأمنا. يا رب اهدي، يا رب اهدي. عامة يعني كونوا على حذر من أفعاله، لكن وجب بره ووجب عدم إفشاء سري. جزاك الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.